الدورة كانت مصممة لعمال الصحة المجتمعية، ولكننا وسعناها لتشمل كافة الموظفين في قسم اللقاحات في مراكزنا المختلفة في الداخل السوري. ووسعنا الدورة من يومين إلى 5 أيام، وسعنا فيها القسم النظري وركزنا فيه على مضاعفات اللقاح وآثاره الجانبية وعلى تعريف الحالات. أنا ممكن أبلش أتوقع أن تصير عن الجوالة فأحياناً تجي تتنبأ عن طريق الترصد. الشباب بطل حال أياً كان التشخيص حتى لو سببه مثلاً جلطة سمية في أطفال تنبع أهمية هذه الدورات من الضعف السابق خلال ال3 سنوات الماضية في برامج اللقاح، حيث حدث فارق ونقص كبير في اللقاح الروتيني، وكانت تقتصر الحملات على الحاجة مثل لقاح شلل الأطفال وبعض اللقاحات.